زلزلات الماحقات والدماء الساقيات الطاهرات. هي فرحة شعب ضحى بالنفس والنفيس، هي فرحة شعب نال حريته التي لطالما حلم بها، هي فرحة شعب ضد القهر والظلم والاستعباد. هذه الفرحة دفع ثمنها الشعب الجزائري الذي مورست في حقه جرائم ضد الإنسانية، تبقى وصمة عار في جبين الاستدمار الفرنسي، ونحن بدورنا سنوجزها فيما يلي. التعذيب. مارس الاستعمار الفرنسي أبشع أنوال التنكيل والقتل ضد الجزائريين، وكانت حصيلتها حسب الرئيس الجزائري أكثر من 5 ملايين شهيد طيلة قرن وربع القرن من الاحتلال، بالإضافة ل300 ألف يتيم ونصف مليون معتقل و8 آلاف قرية مدمرة. جماجم المقاومين. تحتفظ فرنسا إلى اليوم 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف الإنسان بباريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، واستطاعت الجزائر استرجاع 24 جمجمة، وكان من بينهم جمجمة الشيخ بوزيان الذي قاد ثورة في الجنوب عام 1847، وقد اعتقله الفرنسيون عام 1849، ثم أطلقوا عليه الرصاص وقطعوا رأسه. مجازر 8 ماي 1945. كانت أكبر وأبشع مجزرة ترتكبها فرنسا في يوم واحد، حيث خرج مئات الألاف من الجزائريين في 8 ماي 1945 للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها بمنحهم الاستقلال، لكن قوات الاستعمار استخدمت الرصاص الحي وقتلت 45 ألفا من المتظاهرين العزل. جريمة نهر السين. في 17 من أكتوبر 1961 خرج أكثر من 30 ألف جزائري في فرنسا للتظاهر ضد استعمار بلادهم، وواجهت السلطات الفرنسية المحتجين بالرصاص الحي وألقت الكثير منهم في نهر السين، وبلغت الحصيلة 1500 شهيد و800 مفقود، إضافة إلى آلاف المعتقلين. جومبري بيجار. خلال معركة الجزائر سنة 1957 اختفى أكثر من 8 آلاف رجل من سكان العاصمة بعدما اختطفوا من منازلهم وتعرضوا للتعذيب، ومنهم من قتل بطريقة تعذيب بشعة تسمى طريقة جومبري بيجار، والتي ابتكرها الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار ضد مجاهدي جبهة وجيش التحرير الوطني. تتمثل الطريقة في غرس أرجل الضحايا داخل قوالب إسمنتية وتركهم على هذا الحال حتى يجف الإسمنت، وبعدها يحملون في طائرات عسكرية ويتم رميهم في وسط البحر حيث يموتون غرقا. التجارب النووية. أجرت السلطات الاستدمارية الفرنسية 17 تجربة نووية تحت وفوق الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وهي أكبر ب3 مرات من قنبلة هيروشيما. وتسببت التجارب النووية بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم وتبقى لعقود من الزمن. وما زالت السلطات الجزائرية تطالب نظيرتها الفرنسية بتسليمها خرائط دفن نفايات هذه التجارب لحماية السكان من إشعاعاتها. نهب الأرشيف.
هو أخطر جريمة في حق الذاكرة الوطنية. تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون أن القوات الاستعمارية فور الإعلان عن الاستقلال رحلت إلى فرنسا مئات الآلاف من الوثائق الأرشيفية، وتطالب السلطات الجزائرية منذ الاستقلال باستعادة هذا الأرشيف، لكن فرنسا ترد في كل مرة بأنه خاضع لقوانين وأن به وثائق مدرجة تحت بند أسرار الدفاع الوطني. هذه قطرة واحدة من بحر جرائم الاستدمار الفرنسي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.